واحد راح محبوس اجل بصح. اجوج كاميوات هما اللي دايرين الحادث، اجوج كاميوات يمكن هما اللي دايرين الاكسيدون. اييه اجوج كاميوات كيف كتشاهدوا معنا حابسين الطريق هنا في طريق الرباط بعد ما تصاطحوا بعضياتهم. اجوج كاميوات هما اللي حابسين الطريق. كاين حادث سير اخر هو القدام حتى هو رموك. انا دابا دس على حادث سير ما بين جوج ديال الرميك، ها هو حادث سير اخر قدامي حتى هو جوج ديال الرميك. ها هو حادث سير اخر قدامي حتى هو فيه جوج ديال الرميك. سير بجوج الرميك، جوج الرميك اخرين دايرين حادث. نشوفو السير كيفاش معرقل. كيف كتشاهدو معنا مشتي قناة شوف تيفي، يعني بسبب حوادث السير اللي كيديروا هنايا الرميك طريق مبلوكيا، اربعه ديال جوج ديال الكسيد ما بين اربعه ديال الرموكات في بلاصه وحده في طريق الرباط منطقه عين سبع. يعني عناصر الامن متواجدين متواجد. يعني شوفوا معنا الطريق هنا شحال خاوية، وشوفوا معنا الطريق في المكان ديال الحوادث سير عامرة بلوكية ديال بصح. فهمت انا الطريق هادي علاش باقي كيدوزو منها الكاميوات والرميك، وما داروا لهم الطريق الساحلية